السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد سامي. حلقة النهاردة عن التي ان تي الانجكشن اللي فيه ناس كتير بتسألني عليه. الموتوسيكل ده مش موجود في السوق، احنا مش لاقيينه. الموتوسيكل ده دفعة جديدة نازلة منه بجميع الألوان بتاعته وجميع الإصدارات. سعر الموتوسيكل هيتراوح من ما بين 25.5 ل 26 ألف جنيه. الموتوسيكل ده موتوسيكل اعتمادي جدا. الموتوسيكل ده انجكشن، فرامل أمامية باكم، خلفية باكم، نظام أمام في الفرامل سي بي اس، موتوسيكل محترم جدا جدا جدا، موتوسيكل اعتمادي. أنا شايفه من أفضل الموتوسيكلات اللي موجودة في السوق المصري من حيث موتور، من حيث شاسيه. هو فيه لسه الناس ما اتدربتش على شغل الانجكشن ومفيش سهولة في التعامل معاه، بس هو موتوسيكل محترم جدا. أنا شغال فيه بقالي سنة ونص دلوقتي ما شفتش منه أي مشكلة. الناس ما تستعجلش في شراء الموتوسيكل. الناس المستغلين اللي هي في تجار جشعة بتوصل سعر الموتوسيكل 27000 و 28000، الناس دي ما تمشيش وراها. الموتوسيكل سعره في السوق المصري 26000 جنيه، موتوسيكل من الموتوسيكلات المحترمة جدا جدا جدا. طبعا أنا مش هتكلم عن أي مواصفات في الموتوسيكل ده، لأن اتكلمت عن مواصفاته في أكتر من فيديو. موتوسيكل محترم، اتمنى الدعم من الناس، اللايكات. اي حد عنده اسئله، عندكم اي بايك مش موجود في السوق او مش متوفر في السوق، ابعتوه لي معلومات عنه وانا اشوفه لكم متوفر او مش متوفر. موتوسيكل من افضل الموتوسيكلات اللي موجوده في السوق المصري حرفيا. اتمنى الدعم من الناس وشكرا. لايكات، اشتراك في القناه.